واحد بيقول هل الله روح واحده ام سبعه ارواح؟ ففي تكوين واحد روح الله يرفع الوكميه، وفي الرؤيه رايت سبعه منايل ذهبيه هي سبعه ارواح الله. مش يقصد سبع ارواح الله يعني روح ربنا، يعني سبع ارواح اللي بتخدم ربنا، او سبع ارواح الخارجه من عند ربنا اللي هم الملائكه. سبع ارواح الله اللي هي عن رؤساء الملائكه السبع، سبعه ارواح بتاعت ربنا